بغيت أهذب نفسي أكثر دائما أكون متوازن برغباتي وأركز فيها وأكون أسويها بوعي، هل هي رغبة نفس ولا هي رغبة روح؟ لأن النفس سبحان الله طبعها ما تشبع، لأما الروح دائما تعطيني السلام السكون. فلذلك أنتبه، يعني ساعات سبحان الله من سرعة الوصول لهدف الشخص ينسى أنه وكان في حكمة من الله سبحانه وتعالى نحصل على هذا الشيء في هذا الوقت في هذا الزمان في هذا الطريقة. فالنفس دائما بتذكرك أنه أنت جهودك اللي جابت لك هذا الشيء، أنت تعبك اللي وصلت لهذا الشيء، عشان تعبت وايد حصلت عليه. نحن ما ننكر هنا جهد الجسدي والبشري، لكن مهما اجتهدنا دون فضل الله ما نقدر نوصل لشيء. فكل شيء في حياتنا رحمة وفضل من الله مع سعينا.